أول أمس وبعد حراك سني حثيث تفاجأنا بنية الإطار التنسيقي في حسم معضلة رئاسة مجلس النواب وبأقرب وقت. ولما نقول بأقرب وقت نعني يوم غد الخميس. تفائلنا وقلنا يا الله الآن بدأ الكلام الصحيح فعلا ولو إجا متأخر. لكن رغم التفاؤل طوال سنة ونص كنا وما نزال شهودا على واحدة من أكبر حالات الاحتيال والالتفاف والخداع والخيانات السياسية واللي واجهت هاي الأزمة، هالأزمة اللي ما ناوية تنحل على ما يبدو إلا بقدرة قادر. وعليه من حقنا كشهود عيان من حقنا أن نشك بالنوايا والبيانات المطروحة ونخلي هواي علامات استفهام عليها، لأن بالسياسة العراقية على ما يبدو ما كون هي صافية، والكل يحفر للثاني والكل ملشومة من الآخر. المهم المفروض هسه احنا نستعد لسيناريو يوم غد المطروح واللي يروج بأنه الإطار يدعمه عبر عقد جلسة لاختيار الرئيس، وهذا الشيء على ما يبدو مقترح من حزب تقدم نفسه اللي شاف سيناريوهين لا ثالث لهما، وهو إما إجماع سني على ترشيح محمود المشهداني فقط أو الذهاب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية مدعومة بأغلبية نيابية كبيرة. ليش؟ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب. هنا راح نخلي خط تحت عبارة الأغلبية السياسية السنية وخط تحت عبارة حق الأغلبية وخطين تحت محمود المشهداني. وأعتقد هسه وضحت ليش كل هالخطوط، وضحت ليش ما نتفاعل. نفس الجدل، نفس المشكلة، نفس الحلول الإشكالية المطروحة من سنة ونص. اللي يدعم شكنا أكثر هو ما أكده عضو كتلة الديمقراط الكردستاني جياي تيمور بصعوبة حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان، لأن الخلافات السنية ما حسمت شيء، فكيف بشيء يحسن الآن؟ وأكو بعد سالفة إلها علاقة بموضوعنا وصراحة شوية ضحك. البارحة هيبة الحلبوسي تعارك ويا حماية النائب الثاني شاخوان عبدالله وصارت مشادة على قانون إلى علاقة بأراضي في كركوك، وتطورت المشادة إلى اشتباك بالأيدي ورفعت الجلسة وكل شيء انتهى زين. هنا وسط هيك سيناريو معقد، منا الكرد يطالبون بقانون إعادة العقارات لأصحابها، منا تريد الكتل الشيعية إقرار قانون الأحوال الشخصية وقانون الحشد الشعبي، ومنا الكتل السنية حقها تريد قانون العفو العام، وكل واحد يجرب صفحة. وبالنهاية ما حد طلع بنتيجة ورفعت الجلسة. إشعار آخر طبعاً، شو وقت ما حد يعرف. طيب شلون ممكن تمضي جلسة بحجم وتعقيد انتخاب الرئيس؟ المهم كل هالتطور الحاصل يأتي أثناء ما اعتبره سياسيون استهدافاً متعمداً لزعيم تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر قبل أيام، وذلك أثناء استدعائه الآن وفي هذا التوقيت للمساءلة والعدالة، وكذلك إقالة رئيس مجلس ديالة عمر الكروي بالتفاف غريب من أعضاء المجلس، وكذلك التأثير على بعض أفراد الحزب إضافة إلى التحرش بحلفاء مثل ما حصل من إقالة لرئيس مجلس صلاح الدين مؤخرا عادل الصبيدعي. ليش كل هالمخطط؟ ليش كل الآن؟ ومنو يحركه؟ وشنو علاقة التقدم والإطار باللي يحصل حاليا؟ الواضح الآن أننا أمام مرحلة كسر عظم، مخطط واضح لتشتيت السيادة ومنع حصوله على الأغلبية السنية والانفراد بالملعب. هنا البعض قرأ هذا التصرف بأنه أحد انعكاسات الصراع الشيعي الشيعي، بمعنى إعلان حالة الحرب على حلفاء رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، وبعبارة أدق ياهو يطيح بيد الإطار من حلفاء السوداني يتولوا الذون السوداني بهذه الطريقة. وهالورقة أكو من استخدمها بالنزاهة سابقا وبالحلفاء السياسيين، وهسه ناويين يلعبوها بجلسة باكر بعد ما أعلنت رئاسة البرلمان إدراجها على جدول الأعمال يوم غد، وإن غدا لناظره قريب. حلقة جديدة من الماريونيت. مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام. أناقش ملف اليوم مع دكتور عمار العزاوي رئيس مركز اليرموك
للدراسات الاستراتيجية من بغداد، وأيضا مع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني من أربيل ريبين سلام، وكذلك مع أستاذ وائل الركابي عضو المرصد الوطني للإعلام من بغداد. مرحبا بكم جميعا ضيوف الكرام. أبدأ معك دكتور عمار العزاوي، على ما يبدو هنالك استغلال لتشتت الفريق السني، أكثر شيء لتشتت التشتت اللي يحصل حاليا بالموقف ككل ما بين السيادة والتقدم، وحالة الإقالات اللي حصلت، وحالة التأثير على بعض النواب في ديالة بإقالة رئيس مجلس محافظ، تحسها كلها كأنها مدعومة من طرف معين، أكو تحرك جديد، وفجأة يقول لك باكر مجلس النواب يعقد جلسة لاختيار رئيس البرلمان. ربط الأمور لازم يخلينا نشك دكتور عمار، أني ما أقدر هنا بهاي الحالة لازم أشك. كل هالإقالات اللي تمت بيوم بعد آخر، والهجوم على الخنجر مثلا، مساءلة وعدالة إلى آخره، ماكو بغضون 3-4 أيام كلها صارت، بعدها يطلعون يقولون يا إحنا كإطار اتفقنا، بس هم من الحق يتفقون، لكن هذا كل استغلال لتشتت الموقف السني، اللي هو صوت السنة، ما حد قالهم يتشتتون. دكتور عمار، أولا تحية طيبة لك أخي العزيز وللإخوة الضيوف الأعزاء ولمشاهدي قناة الفلوجة. أبدأ من حيث انتهيت. التشتت بالمواقف وضعف الرؤى وضعف الاستراتيجيات وضعف القيادات الحقيقية التي تبحث عن المصلحة أو مصلحة المكون قبل كل شيء، هذا كان واحد من أهم الأسباب التي أضعفت القرار السني وأضعفت الموقف للكتل السياسية السنية، خصوصا ونحن الآن ليس هنالك قوى سياسية سنية متكاتفة في موقف سياسي واحد أو تجتمع، حتى وإن كانت هنالك كتل سياسية، لكن في القرارات المهمة في الرؤى المهمة تجتمع كما كان في السابق. الآن للأسف هذا الشيء غير موجود، اليد الواحدة لا تصفق. إن كان هنالك زعيم أو زعيمين يبحثان عن تقريب وجهات النظر، عن إيجاد الحلول، فبالطبع هنالك أطراف سياسية أخرى لا تريد هذا الشيء وتريد أن يبقى الوضع مشتت من نتكلم بالمكون. وإذا لاحظت لكل ما أشرت إلته إليه أربط لك وأرجع لك إلى نقطة أيضا مهمة، بعد عودة السيد الخنجر قبل أيام ودعوته للكتل السياسية السنية إلى الاجتماع والاتفاق على عدم، وجه رسالة للإطار بعدم عقد جلسة بدون أن تتفق الكتل السنية على مرشح تذهب به، ودعا الكتل السنية للاجتماع لديه من أجل حل المعضلة هذه والذهاب باتجاه موقف موحد أو واحد. بعدها مباشرة حدث ما حدث. شوف تتابع الأحداث بالطبع هو يعطيك مو قضية عملية شك، ولكن ربط الأحداث. كل هذه الفترة سكوت على غفلة، فجأة اجتماع إقالة رئيس مجلس ديالة، أوكي تفرد بالقرار حسب ما يقولون، والتأثير على عضو آخر بمجلس ديالة بحيث اضطر السيادة يتبرى منه، ما أعرف شو مسوي الرجل، أنا ما تابعت القضية. نعم، لكن أكو تأثير سبق وأن حصل هذا التأثير، أنت شفته بوقتها بكركوك وبالموصل قبل شهرين. نعم نعم تذكر. نعم نعم، هذا منو مسؤول عنه؟ صحيح، هذه كلها طبعا شوف هي أكو أمور تؤخذ بمسألة قانونية وأمور تؤخذ بمسألة سياسية. لا يمكن أن نبعد تأثيرات السياسة على أي شيء، مستحيل في كل أمر. يعني أنت الآن هنالك ما يقال أو نعرفه بالمزاج السياسي، الواقع السياسي، الرؤية السياسية، الهدف السياسي، هنالك أطراف تبحث عن العمل لمرحلة لاحقة، الآن تعتبر المرحلة الحالية انتهت أو توقفت، تبحث عن مرحلة قادمة. بنفس الوقت هذا الاستهداف إذا يعني شلون أشبه لك إياها، باستخدام الأدوات الحقيقية الصحيحة للفعل السياسي، هذا الأمر بالعكس يمكن أن يستغل سياسيا وأن يستفاد منه السيد الخنجر سياسيا. هاي من ناحية إذا عرف كيف إدارة الأدوات والتأثيرات سواء الجماهيرية أو السياسية، هذا من منعكس آخر. المنعكس الثاني، شوف الإطار كان المفروض يأخذ جلسة أو يدعو إلى جلسة منذ يوم السبت، كان موعد الجلسة، وبعد رسالة الشيخ الخنجر
وتكلمنا حتى في هذا الموضوع اليوم الجمعة والخميس الماضي بالجلسات السياسية بموضوع الذهاب إلى جلسة والكتل السنية لم تتفق، رفعت فقرة اختيار منصب رئيس مجلس النواب بيوم السبت الماضي وكان هدوء. وطبعا هذا بتأثيرات أيضا بعض القوى السياسية السنية التي لا تبعد نفسها عن المشهد سواء بالتأثير الإيجابي أو بالتأثير السلبي، والتأثير العكسي الذي يكون تأثيره عكسيا واضح. إلى حد اجتماع يوم أمس كان اجتماع الإطار يوم أمس الذهب باتجاه أن تعقد جلسة يوم الخميس ويذهب بانتخاب باتجاه انتخاب رئيس لمجلس، رغم أنه ماكو اتفاق لحد الآن. خيارين طبعا الآن لحد الآن ماكو اتفاق. هذا الشيء أريد أسأل به أستاذ وائل الركابي، هنا ما عندك اتفاق. ثواني بس اختصر لي أن أنا صارت أربعة وهي المفروض ثواني. قبل ما أدخل إلى الاستوديو اليوم عصرا هنالك أيضا اجتماع لتقدم وبعض حلفائه، أيضا هذا الاجتماع ربما يفضي لموقف باتجاه جلسة يوم أمس. خذ راحتك دكتور. أستاذ وائل، أنت أقرب الرؤى تحملها قريبة على الإطار التنسيقي، تعرف أكثرنا شنو اللي دا يصير عند الإطار التنسيقي، لكن احنا من بعيد من نباوع على قضية معينة. الجماعة كانوا يقولون احنا راح نترك السنة هم يختارون، وفي ليلة وضحاها لا خلاص احنا قررنا نختار، والسنة هم ما عندهم رأي بالموضوع، رأي موحد. يعني هو ماكو دعم لتوحيد السنة لرأي موحد. هسه تقول لي مو شغلتهم، لكن شغلتهم يجون بيوم يومين ويستغلون حالة الانقضاض على 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 مناصب سنية بينهم وبين بعضهم. هذا استغلال، هذا مو تقوية لاختيار رئيس مجلس التشريع الأول في العراق، هذا انقضاض، هاي غفلة، هاي بوقة، ولا شو تسميها استاذ بعد؟ بدءا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وللضيفين العزيزين ومشاهديكم الكرام. يعني اذا اردت ان ابدا حديثي بما انتهيت جنابك انه فعلا انه اذا هذه يعني هو تسميه انقضاض، فبالتالي لماذا يوجه النقد إلى الإطار عندما كان صامتا ويعتبر المشكلة سنية سنية؟ أيضا كان يؤشر عليه، وأنا أكثر من مرة والدكتور عمار معاي في ضيف في حلقات وبرامج كثيرة، وكان يعني ينقل الرأي السني بأنه الإطار لماذا صامت، لماذا لا يحل المشكلة وهو الأخ الأكبر. صحيح. الإطار عندما حدد يوم الخميس، أنا هسه أجاوبك. الإطار لما حدد جلسة يوم غد الخميس، هو لم يحدد جلسة يعني يحدد فيها ضرورة الاختيار، إنما حدد حتى يبعد عن نفسه حالة التهمة التي يتهم بها بأن رئاسة الوزراء إلى للشيعة ورئاسة البرلمان الآن أيضا للشيعة، وأنه تجاهل المنصب السني مع أخوانه في شركاء للوطن. حتى ما حد يصدق سالفة سيد بهاء العرجي من قال خلاص احنا حتى البرلمان ماخذين المندلة، حتى ما حد يصدق. يابا تعالوا احنا نطار، احنا الشيعة راح نعقد جلسة. السيد بهاء العرجي لا السيد بهاء العرجي لا يمثل الرأي السياسي الإطار، ما يمثل رأيه بالتأكيد، لكن هسه مستقل حتى وإن كان غير مستقل، حتى وإن كان منتميا، إلا أنه لا يمثل رأي الإطار كونه خارج قادة الإطار الذين يمثلون الرأي السياسي للإطار بشكل عام. فبالتالي يوم غد ليس بالضرورة يعني أن يكون هناك موقف للإطار أزاء سين أو صاد، بقدر ما يريد أن يثبت أن الخلاف لا يزال سنيا، الإشكال سني. فبالتالي لا تتصور أن الإطار سيخذل الأغلبية السنية مهما كانت، لأنه الكل يدعي الوصلة بليلة. يعني خلاص كان المفروض لعد من البداية السني الآن يعتقد أنه هو من البداية عقد الجلسة وأشيل التهمة عني. ليش هسه بعد ما صارت ثلاث أربع حوادث أستاذ وائل؟ لا شو بس نهاية هاجموا خميس الخنجر، سووا له مساءلة وعدالة. هسه الخميس الخنجر مساءلة وعدالة، هسه من 2018 وياهم جابها من السيد هادي العامري لحد الآن، هسه يلا لا ما تمشي ما ترهام أستاذ وائل.
عفوك من هاي الكروي البارحة زينين انتو وياه اليوم منقلبوا عليه، أبو صلاح الدين زين ويا الخنجر التفوا عليه وروح تحارشوا بكركوك وبعد بعد جاتك بغداد. لا مو صدفة يعني، مو صدفة، وهسه يجي قرر الإطار. فكك لي هاي رحم والديك، أنت قريب على الإطار، انطيني شيء أكثر صراحة يعني. يعني من أقول لك بصراحة لربما أنه رأيي ما تعتبره يعني لا بمنتهى الصراحة، لا لا طبعا أعتبر. إنما تأخذ على محمل التهمة يعني. لا لا مو تهمة، بس نتناقش يعني، نتناقش دائما بموضوعة المساءلة. أيه؟ صحيح؟ أيه؟ صحيح صحيح، وأنا أحترم رأيك مهما أيه كان، حتى وإن اختلفنا الرأي يبقى دائما محترم. المشكلة أنه هيئة المساءلة والعدالة ما معني بها الإطار يعني، بشنو علاقته يعني بأنه إذا ظهر موضوعة السيد خميس الخنجر، وإن أنا على صعيد شخصي متحدث وائل الركابي لا يعتقد بصحة، لا يعتقد بصحة انتماء السيد خميس الخنجر للبعث، يعني إذا كانت القضية معنية بانتماء الحزب لحزب البعث. أنا شخصيا أعرف أن الرجل قد غادر البلد منذ زمن قبل سقوط النظام بسنوات طويلة، ولم يكن يوما من الأيام إلى البعث. طيب لماذا أعدتوه إذا كان هو بهذا الشكل يعني أعيد وقد تواجد معكم وشكل تحالفات كثيرة وبشكل واضح للعيان؟ لكن بذات الوقت أعتقد أنه القضية لا تخليها بعيدة عن التأثير الجانب السني الآن الخصم إلى السيد الخنجر بتأثيراته، إذا كانت ثمة تأثيرات على هيئات سياسة مثل النزاهة أو غيرها أو حتى على مجالس المحافظات. لا تتصور أنه تأثير الإطار أعلى من تأثير الخصم السني طبعاً الآخر على العملية السياسية. لا طبعا تأثير الإطار لا الأخ الأكبر رجل لا بالعكس. شوف هاي هنا الإطار يتفرق على راحته، بس اكو شيء غريب، اكو شيء غريب اللي ضوق للاطار الطرف الاخر وبالوجه محمد الحلبوسي ما سواه خميس الخنجر. خميس يعتبر حليف موثوق للاطار، يعني اتعجب من الاطار شلون يعاملون هالمعامله، شلون يعني هاي دقات، هسه ما اقول دقات شنو بس يعني، بس موثوق الى حليف يحترم المواثيق جدا ويحكون بها دائما. هذا الشيء عندك رؤية أنت؟ هذا سؤالك يفترض أن ما يوجه إلي. هسه أنا عندي رؤية خاصة، لكن أنا ما أمثل رأي مجموعة سياسية شيعية منضوية تحت عنوان الإطار ولها من التوجهات ولها من الرأي المختلف عن زميل اللي وياه بالإطار. بيناتهم مختلفين. خلي نشوف الكرد، السادة الكرد دكتور ريبين مرحبا بنا. وصلت للطريق الصحيح. خوش. صحيح. دكتور ريبين ما أعرف منه من السادة النواب بكتلة الديمقراطية نعم الكردستانية رئيسة الكتلة، رئيسة الكتلة جاي تيمور، قالت ما راح تصير لا تدخون، السنة مختلفين بيناتهم، هم أهم بنفس الوقت شوية يعني ما حيل متشجعين يمكن على محمود المشجعين لأنه رأي الإطار التنسيقي أو لأنه هو رأي تقدم، وهم حاليا مو زينين حيل يتقدم، بس هم بيضة قبان جيدة الكرد. هنا أنا موقف الكرد من يا زاوية أباوع يعني أشوفه من سحب ولا إلى علاقة بالسالفة، هو حقه أكيد 100% عنده هواي مصائب حاير بيها ونجح بانتخابات الأخيرة، بس أريد أعرف موقف الكرد هنا من هيك قضية مجلس النواب، شلون يختلف تقنعني عن موقف الإطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية تحياتي لحضرتك وشكرا للاستضافة، وتحياتي لضيوفك الكرام وكافة المشاهدين لقناتكم الموقر. والله موقف الكرد منذ 2005 وانخراط خصوصا حزب الديمقراطي الكردستاني في العملية السياسية العراقية تعتبر كالآتي، يعني عندما تكون اختيار الشخص الأول للمكون الرئيسي المتكون منها الدولة العراقية الفيدرالية الجديدة، مثلا الإخوان في المكون السني والشيعي هم يتفاهمون بينهم ويأتون بالشخص المناسب الذي حصل على الأغلبية، وبعد ذلك يطرقون باب كردستان وأربيل ونحن نوافق عليها.
يعني لا نتدخل في يعني عملية قبل الاختيار أو قبل الإبراز الشخص المناسب المنتخب الذي حصل على الأغلبية في المكون السني الإخوان والشيعي. بس هذا ما يمنع يا دكتور ريبين أن يكون هنالك صوت داعم للديمقراط الكردستاني سبق وأن حصل الوقف مع جهات معينة عند الإطار التنسيقي لتمرير رئيس وزراء أو لتمرير وزراء معينين أو لدعم قانون أو وقوف بالبرلمان. لا وقف الحياد بالعراق خرافة اللي أعرفه. أنتوا حالياً أنتوا كلش مو زينين ويا الحلبوزي وجيدين مع السيادة. هاي سمعتها من وفاء، سمعتها من عماد باجلان، سمعتها من هواي أشخاص قريبين. لا توجد ثبات في ديناميكية السياسة الموجودة للديمقراطية الكردستاني، ولا نتعامل على أساس شخصنة المواقف. يعني بصراحة الديمقراطية الكردستاني دائما أبوابه وشبابيكه أيضا مفتوحة للتفاوض وإبداء المرونة مع أعدائه قبل أصدقائه على مر التاريخ. يعني ولديه تجربة طويلة منذ زمن البائد في مراحل التفاوضية على سبيل المثال عند خوضه لسنوات طويلة للتفاوض لحين إبرام اتفاقية 11 آذار 1970، وبعد ذلك في التسعينيات خاض تفاوض فترات تفاوضية طويلة، والآن نحن في فترة تفاوضية منذ سيد عادل عبد المهدي عندما كان رئيس للوزراء. تتفاوضون حاليا مع السنة في من شهر شباط لحد اليوم؟ يعني نحن نتفاوض. أقدر براغماتية الكرد. لا تتفاوضون حاليا مع السنة مع اسم معين لدعمه بالبرلمان؟ أنت تقول كل شيء يتغير، ويا من دا تتفاوضون؟ شنو شروطكم للسيادة إذا يريدون رئيس، وشنو شروطكم لتقدم إذا يريدون يصوتون على المشهد هذا للدعم؟ الشرط الأول والأخير الواضح بالنسبة لديمقراطية الكردستاني في هكذا مواقف ثابت ولحد الآن هي أنه المكون خليهم هم يتفقوا. لأنه على سبيل المثال أستاذي الفاضل، إذا كان هناك جارك مع الجار الثاني على تنازع معين، إذا تتدخل أنت يجب أن يكون مع وضد إحدى هذه الجارات، فتعمق الموضوع وتعرقل الحل. فخلي هم يتفقوا أسهل، خلي يتفقوا، وليس يعني من المنطقي أن نكون طرف مع وضد إلى يعني ضد الطرف الآخر ونعمق الموضوع كما صار في رئاسة الجمهورية مثلا. يعني عندما كانت جزء من الأطراف كانوا مع الاتحاد الوطني أصبح الأغلبية لا تنجح في العملية السياسية في العراق. الآن نحن أمام نظام سياسي، نحن الأقلية يستطيع أن يعرقل العمل الديمقراطي البرلماني، وهذا عيب من العيوب الديمقراطية المعاصرة بصراحة، من خلال خلق الفوضى في جلسات البرلمان. إذا حسيت بأنه هذا يعني يمر عليك كأغلبية، أسهل من أنه تخلي الأقلية ما يمر عليها هذا الجلسة وهذا القرار، هو أن يرفع صوتها، أن يطبل على طاولات الكراسي اللي قاعدين فيها. فهذا الفوضى الشعبوي والأسلوب. تقصد هيبة الحلبوس اللي سواه قبل هيبة البرلمان؟ مو لا بالضبط يعني الكل يدري ايوه هيبة يعني الحلبوسي الرجال حلبوسي واني كردي اليوم يأذيني هيبة الحلبوسي بقضية العقار باستعادة العقارات، أنا ما راح أوقف ويا دعم تقدمه محمود المشهداني. لا سهلة يعني حاليا المتغير الكردي هو هيجي. لا تعطيني دقيقتين. لا هواي دقيقتين دقيقة لازم أروح الدكتور التصرف اللي صارت. الدكتور عمار شوية أوكي نحص. دقيقة ونص نتعامل عليه. الموقف هذاك كان يعني من المستغرب، يعني عندما يطرح اسم نحن كمراقبين من بعيد ومن قريب نسمع أخبار، كلما يتم رفع اسم لحل مشكلة رئاسة البرلمان
يدعمه السيد الحلبوسي، وعندما يقترب للحل يضربه يضربه ويخربط الطرق التي يوصلنا الى اختيار هذا الشخص الحلبوسي المختار، اي بمعنى مماطله. وهذا اللي اريد اسال، هناك مماطله اي واضحة. مماطله، هاي المماطله اريد اسال بيها هم دكتور عمار، نحس فيها دكتور عمار. ماكو اتفاق يوصل الحلبوسي لاتفاق معين ويقول، يعني احنا كنا نسمع يمكن قالها ابو يزن مشعان الكريم، وقع الحلبوسي نفسه على ذمه طبعا سيد مشعان الجبوري، ما اعرف اذا، لكن بنفس الوقت اتفاق سني حاليا ماكو، وباشر جلسه وهي دكتور وائل يقول لك احنا سوينا علينا حتى لا يقولون الشيعة مستاثرين بكل شيء، يمكم بقت يقول لك يمن يمنا، يعني يم الحلبوسي لو يم السياده باشر. شوف حبيبي، اولا خلي ملحوظه مهمه ايضا بخصوص جلسه يوم غد، قبل ان اجيبك على هذا السؤال، لا ننسى انه جلسه يوم غد ترى بعدها اكو عطله تشريعيه ستبدا منذ يوم الاحد القادم وتستمر حتى نهايه الشهر ال 12، يعني بدايه الشهر الواحد. فاختيار هذا التوقيت ايضا لم يكن اختيارا اعتياديا، انت باكر اذا ما حسمت الامر انت رايح ترى العطله التشريعيه ما محسومه، يعني المنصب هم راح يبقى شاغر شهر ونص شهرين، اذا ما حسمت يوم امس ستذهب باتجاه عطله شهرين، قابل راح يدعوهم بالعطله وتعالوا سوون جلسه وينتخبون، الله اعلم بعد. بس انا دا اعطيك هذه الملاحظه اللي تربطها بالاحداث وتعطيها بعد بعمليه كل ما يحدث متتابع زين، وليس هنالك يعني انت لو كان هنالك، بس ما اريد اعطي اقول سوء الظن، بس لو كان هنالك نيه للحسم ليش ما تحددت من يوم السبت؟ هسه قال الشيخ الخنجر خلينا ندعوهم، ليش التزمتوا بكلام الشيخ الخنجر او غير الشيخ الخنجر؟ كان اخذتوها السبت، كان عندك اذا ما حسمت السبت عندك الاثنين او الثلاثاء وعندك الخميس. لكن انت من حددتها يوم غد ما عندك ترى بعدها عطله تشريعيه. شو تريد تقول؟ فهمني. اجي اذا لا سؤالي. فهمني بس لحظه، حتى تتسوى في القضيه لو حتى هي بالنهايه اصلا اوريدي ما بها اي فائده، يعني اذا يعني اذا ما انحسمت يوم غد انت رايح العطله التشريعيه. إيه انت شو تشوف؟ ما تنحسم. يعني هم راح نبقى الشهر الواحد المنصب شاغر. اي انا افهمك انه انت تقول باكر ما تعرف الخيارات شنو؟ الاطار اذا كان لديه النيه بالاتجاه المضي يوم غد وحسمها يحسمها تنحسم. هو وحده اذا صوت اتفق بيناتهم صوتوا وانتهى الموضوع. النقطه الاساسيه الثانيه اللي انت اشرتها، اخي احنا ليش ما اني منذ اشهر خوان دا اتكلم انا المتحدث واقول هنالك ثلاثه خيارات بعمليه اختيار رئيس مجلس النواب، او ثلاثه مرتكزات تعمل، يعني هذا كلامي منذ اشهر، ويمكن اخوائي وياي بلقاءات متحدثين نفس الشيء. صحيح اخي، الأخ الحلبوسي لا يريد أن يأتي رئيسا لمجلس النواب من بعده، نقطة راس سطر. كل ما يحدث، وهنالك نقطة مهمة أيضا، الحلبوسي ما زال لديه التأثير السياسي وما زال لديه كتلة يعمل من خلالها ويتحرك من خلالها، وما زال لديه الأريحية بالتحرك. أسألك سؤال، مو أنت تسألني أنا راح أسألك زين، وين نأتي إلى الانتخابات؟ طبعا شوف هو مستفيد منها من طبعا هذا، يعني هاي من يعتبرها هو من أمور العمل السياسي، يقول لك هو يستفيد منها بس ما يظهرها. المشكلة شوف أكو بالمواقف السياسية البعض من يظهر الموقف ويقول علني، والبعض من يظهر عكس ما يبطن. دائما أنا أؤكد هسه هاي كلها تنحل أستاذ دكتور عمار، هسه هاي كلها التكهنات تنحل. لا هو سياسيا اللي براس الحلبوسي ممكن ينحل، شلون؟ بالوقوف الإطار، إطار يقول رأيه باكر خلاص في ماله ما طبعا إذا الإطار طبعا 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 اذا الاطار ذهب باتجاه ان يحسم المنصب يقدر يحسم الموقف. ولذلك اعتقد انه اجتماع اليوم ربما يريد ان يغازل من خلاله الاطار بقرار يوم غد، الله اعلم. لما الان ما وصلت لنا تسريبات عن الاجتماع وماذا يدور في الاجتماع. زين دكتور وائل، يعني هذا الموجود هذا الموجود دكتور وائل، اتفاق حتى الان ماكو بيانات حاليا، يعني باكر راح يصير دخول للجلسه، عليه من راح يروحون؟ انت قبل شويه تقول ما يريد يحرج نفسه الاداره التنسيق ويبعد التهمه عنه، بنفس الوقت اكو نوع من الاريحيه لدى الاطار، يبقى المنصب شاغل خليه يبقى شاغل، بيد من؟ هو بيد صاحبنا، كلهم ربيعاتنا، منو؟
السيد المندلاوي وخليه يبقى شاغر، أو الحلبوسي يحصل مراده وآني الإطارة حصل مراده لحد ما تنتهي الدورة. يمكن الوحيد اللي يريد هذا الخيار هو اللي استقالت منهم دولة القانون، يريد المشهدان يجي ويحل البرلمان نفسه ويسوي انتخابات مبكرة. أكو هيك سيناريو؟ أكو هيك سيناريو؟ سوى صعب. يعني أنا أصلا لم أستقل، إنما أنا امتنعت عن الظهور بهذا العنوان. أنت لا تزال بدولة القانون، عضو ائتلاف دولة القانون. لا طيب، لا إذا هيك يقول لي من البداية لأن أكو سالفة هلكم مرهب. يعني هسه أنت هسه تسمح لي أول مرة أنت مو أنت ردا على كلمتك قلت لي اللي استقلت بالكتلة التي استقلت. زين صح. أنا أصلا لم أكن، يعني أنا أظهر بالشاشة التلفزيونية عضو ائتلاف دولة القانون حين البرامج، أثناء البرامج يعني اللقاءات اللي يظهرون معاي مو شخصيات سياسية منتمية إلى أحزاب، إنما بعناوين مدير مركز دراسات، أستاذ أكاديمي وكذا، فأتحمل أنا المسؤولية وهم ليس عليهم أي شيء، وأنا تبدأ الاتصالات وتبدأ الملامات والعتب إذا كان تصريحا على سين أو صاد، فبالتالي أردت أن أبعد نفسي عن هذه الإشكالية وهذه المواجهة. اليوم للحقيقة يعني أخذها من عندي أستاذي العزيز، الإطار التنسيقي مختلف فيما بينه بخصوص جلسة الغد وبانتخاب رئيس البرلمان الجديد. أولا علينا أن نثبت أن الإطار برمته وقبلهم السيد المندلاوي، وأخذها من عندي، ما يردون هذا الضيم، ما يردونه يا أخي. جاب لهم شنو اللي جاب لهم غير الإشكالية بأنكم متهمين بأخذ وقضم حق السنة؟ هسه هم عايزين بعد بلاوي حتى تجيهم أنه يقضمون حق السنة أخوتهم؟ هذا الأمر لا. ثانياً الإطار منقسم فيما بينه بخصوص رئاسة البرلمان القادمة الجديدة، البعض يميل إلى السيد المشهداني بناء على دعم سني لهذه الشخصية، ولو انسحبت هذا الدعم شيئا ما انسحب من الطرف السني أزاء هذا الأمر. البعض يميل إلى أنه لا، نحن كنواب لنا الخيار ولنا الأحقية في الاختيار بدون الرضوخ إلى رغبة القائد أو الزعيم أو رئيس الكتلة داخل الإطار التنسيقي. البعض يقول لا أريد المرشح الآخر. هذه مو سهلة هينة، هم الإطار مو كتلة سياسية مثل الحزب الديمقراطي يجيهم أمر يقولهم انتخبوا شين، ما حد ينقسم. شقد عددهم؟ 45 نائب، 50 نائب داخل البرلمان، 50 صوت، شقد الحضور من عندهم موجود؟ يقفون على موقف واحد. الإطار لا، الإطار منقسم وشاهدناها بجلسة شعلان الكريم، بالجلسة اللي تنافسوا بها السيد المشهداني مع السيد سالم العيساوي. هناك هسه الإطار منقسم، دخلوا بيوم من الأيام جلسة، مو هي ليش هي هاي السالفة ما حد يقدر يستوعبها، ما تنهضم مال الإطار منقسم وما يريد هو. أوكي منقسم، دخلوا مرة بجلسة وصار شغب والمندلاوي قال يلا خلاص الغوها، أو من ذاك اليوم من هاليوم ما دعا الجلسة. شي يسوي شيء يعني اذا يا اخي عقد النوب يدعي النوب لعقد جلسه ثانيه، يدعي النوب لعقد جلسه ثانيه ويشوف منهم من الكتل السياسيه ما يجي وما يحضر، ويذب عليهم اللائمه وينتهي دوله القانون، يقول انا موجود اريد ادعم المشهداني. تفضل حبيبي. يعني اذا 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 بعد نعم دوله القانون واضح جدا، دوله القانون متبني دعم ترشيح السيد المندلاوي، يعني هذا امر ما يراد له يعني واحد يدور عليه ويبرر اليه لا اطلاقا، لربما هو الاوضح من كل الكتل داخل الاطار باعلان رغبته لدعم السيد المشهداني. هو يعني بحد ذاته هو يعني معلن هذا الشيء. لكن انت تقول لي على السيد المندلاوي عندما يرفع الجلسه، يعني
لماذا يصنع أمام جلسة برلمان تتحول إلى جلسة ملاكمة؟ طيب ماذا يصنع؟ عسى ولعل برفعها أن يتحول هذا الأمر إلى حوار، لكن إحنا بعدنا بنريد نتحول إلى حوار، راح نصير نبدي بتسهيل تطيب الخواطر. ليش ضربت وليش جيت ناخذ النشارين في هذه المشكلة؟ الكل مستفادين من التأخير، وأكو من يتهم المندلاوي. ما أعرف دكتور عمار عنده مداخلة، شو بلا نطي الصوت الدكتور عمار. أخوائل بس بياناتنا، وأنت تعرفها وأنا أعرفها. حبيبي السيد المندلاوي كان يرفع الجلس، السيد المندلاوي كان يرفع الجلسات بكيفه، لو هنالك رغبة سياسية برفع الجلسات كيفه طبعا، وهذا ما حدث بجلسة شعلان اللي والله ما قاعد بصفة، وبالجلسة الثانية اللي بيها الدكتور المشهداني. إذا يطلع لك إذا يطلع لك المندلاوي يقول لك بكيف، بس شلون ما تصدقه؟ إثباته صعب، شلون ما تصدقه؟ يقول لك بكيف، بس أنت تدري يعني إثباته صعب، يعني منين جاء يعني يتصل عليه؟ هاي صدق، هاي شلونها؟ هسه وايد أشياء أنت تدري بيها وأنا ما أدري بيها. زين زين، قلت رغبة سياسية، قلت رغبة سياسية. خليني أناقش هاي الرغبة السياسية. إحنا مو ذاك، مو هيك هالقد عقال دكتور. يعني هذا يعني وكأنه مناقشة سيناريو معد. هسه هو موجود السيناريوهات المعدة دكتور ريبين. أنت تقول مستفاد حزب تقدم من المماطلة، ودائما ما يوصل الاسم معين. منو اللي يحل؟ الديمقراطي ما يحل، الاتحاد ما يحل، السنة ما يحلوها، الإطار التنسيق الأخ الأكبر ما يحل، دورة برلمانية جديدة. لا والله تعالوا المقترح سيد نوري المالكي أحسن، خلي البرلمان يحل نفسه وفي ماله. لا أريد طلابة السنة ولا أريد طلابة الشيعة واختلافهم مع بعضهم ولا اختلافاتهم مع السنة، أفضل. هو أبعاد هذا الموقف يتمدد يعني إلى عدة مواقف وإلى عدة مسائل، يعني حتى مسألة الانتخابات المبكرة المذكورة في جدول الأعمال لهذه الحكومة لسيد السوداني، يعني إنها إحدى الأفرع أو إحدى القنوات الذي يندق عليه بطريقة غير مباشرة من خلال هذه المواقف، أيضا كطرح خجول بصراحة للانتخابات المبكرة، إنها أيضا إحدى السيناريوهات يعني. ولكن البيت السني هي المعنية بحل المسألة، ولكن مبين بأنه انخرب البيت السني فوق سيد الحلبوسي، لأنه كان هناك قاعدتين واقف عليها هذا البيت، هو من خلال ضغطه على سيد الخنجر إحدى هذه الدنقات والقاعدات الأساسية أصبحت خارج اللعبة، والآن بقى وحده. هل يستطيع أن يسند البيت السني وهذه الاختلافات الموجودة ويوقع فوق رأسه سيد الحلبوسي بهذا يوقع يعني يوقع فوق رأسه ويا هالسوالف مال الحلبوسي؟ برأيك أنتم من بعيد الكراهات هادئين تتفرجون، شو تشوفون يوقع؟ شوف تصرفات يعني السيد الحلبوسي تشبه تصرفات تشبه تصرفات بافل، جم المايك ما أعرف يحكي بالإنجليزي بالبريطاني ما أعرف، ويسوي حركات كأنما يعني كأنما التشبيه شوية، اثنياتهم شباب قريبين وحماسيين، وانتو تباوعون على بافل طلبان تقولوا لا راح يوقع قاعد ننتظره، كأنما تشوفون الحلبوسي هم هيك يعني انتو؟ المنطق يقول بأنه عندما كان طرفين يعملون نوعا ما من التوازن للسفينة السنية حتى ما يوقع بحر ويتحمل الأمواج التغييرات الذي كان يتعرض لها الوضع العراقي، ولكن الآن أصبح السفينة من جانب واحد يعني ثقيل والجانب الآخر أصبح غير توازن، والأمواج القوية من المدى يوازن، من الجانب الثقيل، من الجانب يعني الخفيف، من الربان مال هالسفينة يعني الآن الكراد وين بهالسفينة اللي يروحون يغرقون بيها هم هم. سيد الخنجر استقال، ويحتاجون إلى سيد خنجر آخر تحت أي مسميات أخرى حتى تقف على رجله البيت السني حتى يستطيع أن يصدر بقرار لاختيار رئيس البرلمان كمستحقاته، كإحدى أهم المستحقات الموجودة والمقررة للبيت السني. فعند ضربها بهذه الطريقة لا يصلون إلى يعني حتى الأمل الضئيل الذي كان موجودا بعد بالفشل الآن.
يعني إنها ليس مسألة متعلقة بلا إطار التنسيقي ولا الكرد. هم بين في بيتهم في البيت بحد ذاتها عندما يقوم بهدم إحدى العواميد المهمة الذي كان مسنودا عليها البيت السني، هو قام بكسره وطرده خارج العملية السياسية. يوم أمس استقال، فهو باقي وحده، هل يستطيع أن يسند هذا السقف الآية للسقوط؟ واضح أو لا؟ خلي أشوف دكتور عمار يقدر لو ما يقدر. يعني الناس هواي ناس متفائلة بالحلبوسي، لكن أكو نظرة لهذا الرجل يقول لك هو يجيد حساب التكتيك، هو يشتغل تكتيك، لكن استراتيجية الرجل ما يحسبها كلش صح. بالمقابل عندك زعماء آخرين أكثر مرونة، عندهم نظرات أبعد، تحالفاتهم محسوبة أكثر، هيك يوصف. هذا مو رأيي. من يدير الدفع؟ الشاب يعني الشاب المغامر الطموح الحلبوسي لو الهادئين، شو الهادئين والإثقال دي يطلعونهم مساءلة وعدالة، ربوحهم دي يلتفون عليهم، خلاص طهل الحلبوسي. يعني أنا برأيي الشخصي أنه إعادة التشكيل والتركيب بخطط واستراتيجيات ووجوه جديدة. برأيي الشخصي أعتقد الوجوه الحالية أغلبها استهلكت ولم تعد قادرة على أن تقدم شيئا للمكون الذي فقد الثقة بمعظمها ولم تستطع أن تقدم له شيئا. أسألك بالله، بعد 4 سنوات من دورة، 3 سنوات من دورة برلمانية، شنو اللي تقدم للمواطن؟ ما دا نحكي احنا بالكل، دا نحكي بمناطقنا او لجمهور معين، غير بس الشعارات. تقدم شيء للمواطن؟ لمس المواطن شيء؟ الان انزل الى الشارع واسال المواطن في مناطقنا، قل له يا بش من قدمت لك النخب السياسيه غير السياسيه؟ البعض منها، ما نقول الكل حتى لا نتهم انه نعمم. خلاص لعد لا حد يلوم الاطار التنسيقي. اختلافات، اسمح لي، خلافات، اختلافات، تسقيط سياسي، ضرب من تحت الحزام وفوق الحزام، عداء ظاهر منه وغاطس منه، وبالمحصلة وصلنا إلى ما وصل إلى الحال. لم يعد هنالك بيت سني موحد يجمع الكتل السياسية سياسيا دا أتكلم طبعا عفوا، وإنما مجموعة بيوتات. لذلك أعتقد وبرأيي الشخصي أن المكون السني يحتاج إلى استراتيجية جديدة، رؤية جديدة، أسماء تكون بعيدة عن الصراعات السابقة الفاشلة التي لم تحقق شيئا. بالنهاية هذا واقعي، سنة كاملة بدون أن يستطيعون. 2003 بالنهاية سنة كاملة جابوها. لا 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 لا. الآن ماكو صح ماكو صح بيت سياسي سني موحد. يعني حتى الشيعة توحدوا لفترة معينة وبعدين انقسموا. الكراد أكثر الناس توحدوا الحالي أيضا. فهذا واقع يعني. اسمح لي اوكي، بس اسمح لي مو دفاعا عن احد. لم يصل المكون السني الى حاله من التشرذم والتشظي والاقصائيه بين طرف وطرف اخر وبين تقسيمات بما وصل اليه في المرحله الحاليه. مستحيل في جبهه التوافق، ما بعد التوافق، وهذا الشيء مسؤول عنه السنه نفسه بعد 2014 10. طبعا لعد من المسؤول، لعد من المسؤول. أنت الطرف الآخر ليش تلومه؟ مع احترامي وتقديري لهم، أيه؟ هذا لعب سياسي، أيه؟ مصلحي، استفادة، تحت أي ضوء. هذا هو يقول لك هاي فائدة سياسية. أنت ما متوحد، أنت بيناتكم متخاربين مثل أخوة اثنين متعاركين ويجون على ابن عمهم يردون حق، يقولون بابا تروحوا واتوا بيناتكم ما متفقين، أيه؟ جايين علي تريدون من عندي، أيه؟ بالعافية بالعامية. بس أكو شيء ثاني طبعا، هي مسؤولية، أي أكو، بس يبقى أكو شيء ثاني أستاذ وائل الركابي. احنا نتذكر ايش سويتوا بأسامة النجيفي بوقتها، التفافات، بعدين على حتى صاحبكم اسمه الجبوري اللي راح الى اخره. لا اكو تدخل على هذا المنصب. سليم مبرغم هو قريب كلش عليكم، حتى يحب الايرانيين سليم الجبوري، وعلاقه الحزب الاسلامي بيكم جيده جدا الى حد يعني كبير. بالنهاية هاي كانت طريقة تعاملكم مع هذا المنصب. الإطار يتحكم، يعني ما يخلي السنة وحدهم، ويا ريت يتحكم ويجيب اسم. لا دي يتحكم ودي دي 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 يمشيها للدورة الجاية. لا أبدا، يعني يبدو
هسه أنت من حقك أن تطرح لربما ما تكون متبنياتك، لكن قد تكون هي محاور اللقاء والحديث مع نقل هموم الناس ونقل بعض الأمور الأخرى اللي قاعد تطرحها على الضيوف الأعزاء. لا، مو لهذا المستوى، هي صيغة مبالغة حقيقية. يعني هذه إذا كانت الشيعة بهذا المستوى، يعني هذا انتقاص من بقية المكونات الأخرى، وأقصد هنا الانتقاص الضعف السياسي وليس الانتقاص سياسي. من المكون كقيمة معنوية. ضعف سياسي، حكم القوي على الضعيف، لازم هيك تمشي أبدا، ما لازم هيك، لا أبدا. أين هو حكم الضعيف؟ أين هو حكم القوي على الضعيف الذي جاء بعادل عبد المهدي؟ أين هو حكم القوي على الضعيف عندما جاء الكاظمي؟ أين هو حكم القوي على الضعيف؟ كلها خيارات إطارية، لم يمرر بمواد قانونية، لم يمرر بقوانين دستورية. رغبة السيد برهم صالح في تعيين نائب أول لرئيس الجمهورية، وبقى 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 مصر على عدم وجود هذا. إذن القضية مو قضية إذا كانت هاي الرغبة، وهي كلها كانت خيارات إطارية يا أستاذ وائل. ليست خيارات يا سيدي، لا ليست خيارات إطارية، ليست خيارات إطارية. يعني عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي ما كان خيار إطاري؟ الآن هذا الموسم، أولا الإطار بعنوان الإطار الآن إطار بهذه الحملة الانتخابية الأخيرة التي انسحب منها التيار الصدري، أطلق على نفسه الإطار. أما سابقا لا، لم يطلق على نفسه الإطار، كان خيارات شيعية، شيعة منقسمين فيما بينهم، يتحالف معهم جزء من الطرف السني وجزء من الطرف الكردي، وما شاهدناه بالواحد وعشرين بانتخابات التحالف الثلاثي الذي لم يستطع أن يحقق إلا بانسحاب التيار الصدري. إذن القضية مو بها ضعف، يعني لا تصور لي المكون السني الآن واصل إلى درجة الانهيار وغير قادر. طيب إذا كان غير قادر على تحقيق ما يريد، إذن على شنو بعد هذا؟ يعني هذا بمعنى أنه أحدهما يجب أن يتنازل إلى الآخر بشكل علني. خل أشوف هذا الجواب من السيد دكتور عمار، لأن بقت لي دقيقتين حتى الجنابك تبقى وجناب دكتور ريمي. دكتور عمار شنو اللي عندك؟ يعني يقول لك مو مشكلتي، أولاً هم مو ضعاف السنة لهالدرجة وتصورون أنه إحنا نستغليهم. أنت حبيبي ما أعترض عليك، ها أخي، طبعاً يعني سياسياً، إذا سياسياً نتكلم الوضع السياسي السني في أضعف حالاته. إحنا ليش نغلط نفسنا؟ لو كان الوضع السياسي السني قوياً نوعاً ما أو منافساً لتشكل رئيس مجلس نواب وانتخب، مصار عشرة أشهر سيني ماطل وغين يبعد وميم يناور ومدر. لا ترى نجاء في الحقيقة عندما نقول الوضع السياسي السني ما زال قويا. سيد عمار أنا لا تقاطعني، ما قاطعتك، لا تقاطعني، لا هي ما بعد ما تحتاج مقاطعة، يعني خلصت. أريد الختام الدكتور ريبين، أريد أشوف إذا كان للأخوة السنة، إذا كان الأخوة السنة يشككون بموقف الإطار، هل يستطيعوا أن يدحضوا هذا التشكيك من خلال جلسة الغد ويتفقوا على مرشح معين؟ ما عندهم القدرة العددية، ما عندهم على سالم العيساوي. زين خلينا نشوف، ما يتفقون. ليش انت ما تدري بهم ما يتفقون؟ خلينا نشوف بيضة القبان الكردية الديمقراطي الكردستاني دكتور ريبين، باكر الجلسة تمر لو ما تمر؟ انا افتهمت من كلامك انه باكر ما راح يصير اكو جلسة، رايك قريب من راي دكتور؟ لا والله ما راح يمر، ما راح يمر وما راح يصير يعني جلسة. لا ما راح يمر، يعني شغلة رقمية واضحة. وكما تفضلت بانه اخر يوم لفترة الوظيفة البرلمانية، وبعد ذلك نكون أمام الاستراحة. فالعراق مع الأسف يعني هذه المكونات الثلاثة فيها، في كل بيت فيها متضادتين متلازمتين، يعني في ثلاثة مكونات رئيسية، الكرد والسنة والإخوان من المكون الشيعي. لذلك يعني حتى رقميا ورياضياتيا ما يترهم، ما تمر يعني تركيب. اتوقعها يعني بالمناسبه الكل الباكر الجزء، وخاصه انت عندك عطله، ما نعرف بجوز باكر نتفاجئ بشيء يسوي السيد المندلاوي. اشكرك جزيل الشكر دكتور ريدين، سلام على الديمقراطي الكردستاني، نتمنى كل الخير. وشكرا اليك ايضا استاذ وائل الركابي، عضو المرصد الوطني للاعلام واحيانا دوله القانون. وشكرا دكتور عمار العزاوي، ايضا رئيس مركز اليرموك للدراسات الاستراتيجيه من بغداد. شكرا
لكم جميعا في الكرام والمشاهدين أيضا، والأربعاء إن شاء الله المقبل إلى اللقاء.